السلام عليكم ورحمه الله عيدكم سعيد طابت ايامكم واعاد الله عليكم الفرحه بالخير وفرج الله عن اليمنيين كل الكرب ارحب بكم جميعا في مستهل هذه الحلقه من الاجنده. في الاجنده هذا الاسبوع الوضع يزداد تعقيدا قبل سته ايام من استئناف مشاورات الكويت. الأدوار السيئة لبعض مثقفي المرحلة ستة أيام فقط تفصيلنا عن موعد استئناف مشاورات الكويت التي رفعها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ولم يكن حينها إن ذلك جاء بسبب ظروف نهاية شهر رمضان المبارك وعيد الفطر بل قال إن المشاورات ستدخل ضمن فترة الخمسة عشر يوما هذه مرحلة جديدة لا أحد يستطيع أن يتكهن بإمكانية التئام هذه المشاورات مرة أخرى رغم أن الطرفين يفترض أنهما الآن في طور التشاور مع قياداتهما خصوصا بعد تصريحات أخيرة لوزير الخارجية أستاذ عبد الملك المخلافي التي قال فيها إن ثقة الحكومة بالمبعوث الدولي اهتزت قليلا بعد تقديمه مشروع خارطة الطريق التي اشتبك من خلالها نتائج المشاورات وعدم توصلها لأي نتائج فعلية وإعلانه المشروع الذي لم يناقش مع وفد الحكومة اليمن خلال الخمسة عشر يوماً المجتزأة التي مرت من مشاورات الكويت دخلت مرحلة جديدة من العنف عنوانها المواجهات المحتدمة في جبهات القتال والضربات التي نفذها تنظيم القاعدة في تناغم لا يمكن تجاهله بين وجهي الارهاب في اليمن الانقلابيون والقاعدة وداعش. تناغم يبعث على القلق بشان استمرار توظيف ورقة الارهاب في اعادة ترتيب الاولويات وتشتيت الجهود التي يفترض ان تنصب على اعادة أو استعادة الدولة اليمنية يأتي ذلك فيما صعد الرئيس عبد رب منصور هادي من لهجته حيال الانقلابيين في الخطاب الذي ألقاه عشية حلول عيد الفطر المبارك سوف نلقي الضوء على مجمل التطورات المتصلة بالأزمة اليمنية في ملفنا الأول من الأجندة فيما نخصص الملف الثاني من هذه الحلقة للبحث في الدور السيء الذي يؤديه بعض المثقفين في سياق الأزمة العاصفة بالبلاد في هذه المرحلة الهامة من تاريخنا لم يصدر مؤشر واحد على أن فترة الخمسة عشر يوما المستقطعة من مشاورات الكويت قد شكلت مرحلة جديدة أو أن المشاورات دخلت خلال هذه الفترة مرحلة جديدة كما زعم المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ فأعضاء الوفد الوفدين لم يعودا كتله واحده الى قياداتهم ومكراتهم ولم يشرعوا في نقاشات بشان مستقبل المشاورات بل توزعوا في العواصم والمدن العالميه في رحلات بحث شخصيه عن بحث عن لحظات سعيده بدون منقصات ياتي ذلك فيما وجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيه عبد الملك المخلافي الذي يراس وفد الحكومه الى مشاورات الكويت وجه اقوى انتقاد للمبعوث الاممي قائلا ان ان ثقه الحكومه بالمبعوث الاممي اهتزت قليلا وتشديده على ان خارطه الطريق التي عرضها المبعوث الاممي لم تكن ملتزمه بالمرجعيات الثلاث ولم تعتمد عليها. وكان هناك تسرع وطرح احادي من جانب المبعوث الاممي وانه لا يوجد اي اتفاق حتى الان حول هذه الخارطه. وزاد الوزير المخلافي ان اكد انه لا حوار سياسي بعد الحوار الوطني ومخرجاته حيث لم يبقى سوى استئناف العمليه السياسيه من حيث توقفت اضافه الى استكمال المبادرة الخليجية ومن ثم تاتي مناقشة مسودة الدستور في الهيئة الوطنية. كان المبعوث الأممي قد قال في آخر مؤتمر صحفي له أواخر شهر يونيو الماضي أنه سيجري لقاءات مع قيادات سياسية يمنية واقليمية بهدف تحفيز الجهود والعمل على حل شامل يُبنى أو يبني على الآليات التي تم التباحث بها وبما يضمن الأمن والاستقرار في اليمن حسب كلامه. اللقاء الوحيد المعلن حتى الان هو ذلك الذي اجراه مع ولي 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 العهد السعودي الامير محمد بن نايف او محمد بن سلمان عفوا ولم ترشح عنه معلومات او نتائج يمكن البناء عليها فيما يتصل بتوجيهات او بتوجهات المرحله المقبله. وهذا امر متوقع فالمملكه هي اكثر الاطراف الاقليميه والدوليه اتصالا بالازمه اليمنيه وبأطرافها. خصوصا بعد ان كثفت السعوديه نفسها من لقاءاتها مع ممثلين على الميليشيات الحوثي وهو الامر الذي ظل مستبعدا منذ منذ بدايه التدخل العسكري للتحالف العربي في اليمن في 26 من مارس من العام الماضي 2015 فهل يسعى المبعوث الاممي الى تغيير قناعات المملكه حيال الازمه اليمنيه وهل يؤشر ذلك الى ان الضغوط ستنصب فقط على الحكومه والتحالف هذه أسئلة ستبقى بدون إجابات حتى تكتمل الصورة حول تحركات المبعوث الأممي والمسؤولين الغربيين المرتبطين بمشاورات الكويت للتأكد من أن, من أن الضغوط التي تمارس باتجاه نجاح مشاورات الكويت ستتجه نحو الطرف الذي عمل على إعاقة أي تقديم باتجاه هذا النجاح يعني ستتجه باتجاه العون لهذا الطرف منذ انعقاد اول جوله مشاورات في مدينه جنيف السويسريه ونعني به طرف الحوثيين بالطبع وحليفهم المخلوع صالح سنرى كيف سينجلي الغبار الحرب لم تتوقف بل ازدادت عنفوانا هذا لا يدل سوى على شيء واحد هو أن فترة الخمسة عشر يوما المجتزأة من مشاورات الكويت كانت بمثابة فرصة زمنية لاختبار أي الحلول يمكن أن تفرض مسارها وتحسم الأزمة الأزمة المشتعلة في اليمن منذ انقلاب الحوثيين والمخضوع صالح على السلطة الانتقالية في 21 سبتمبر 2014 يقاتل الانقلابيون بكل ما تبقى لديهم من الإمكانيات العسكرية فهم يطلقون الصواريخ تجاه المملكة السعودية وينفذون هجمات متتالية على المناطق التي فقدوها في محافظات تعز ومأرب والجوف والبيضاء ويطلقون صواريخ الكاتيوشا بشكل عشوائي على المواطنين كما حدث ويحدث باستمرار في تعز ومأرب وهذه الأخيرة حيث سقط أكثر من عشرة أطفال في هجوم على مأرب في أيام العيد الإصرار على تحقيق مكاسب ميدانية هو الذي يدفع الانقلابيين الى تحمل الكلفه الباهظه لمغامرتهم العسكريه التي ينتهي معظمها الى الفشل الى جانب عشرات الضحايا الذين يسقطون جراء استمرار قصف الانقلابيين للاحياء السكنيه بشكل عشوائي وبدافع القتل والترويع وكسر الاراده لدى سكان المدن التي غادروها اثر معارك سابقه مع الحوثي او عفوا مع الجيش الوطني والمقاومه اللافت في مشهد العنف السائد هو استمرار الحوثيين والمخلوع صالح في اطلاق الصواريخ البالستيه على المملكه العربيه السعوديه وهو مؤشر على فشل الترتيبات المعلنه وعلى نحو يوحي بان كل مبررات المواجهات الميدانيه على الحدود لا تزال قائمه والا لما اطلقوا هذه الصواريخ وهو مؤشر ايضا على استمرار التوتر الى ان المواجهه مع السعوديه مستمره ولكنها تفتقد اكثر فاكثر الإمكانيات خوض الحرب البريه الحدوديه التي هيمنت على المشهد طيله الفتره الماضيه. ولم يعد بالامكان التاكد من ان وفدي الحكومه والانقلابيين المسؤولين عن الترتيبات الامنيه والاشراف على الهدنه يتواجدان بالفعل في طهران الجنوب حيث شكلت هذه النقطه احدى اهم انجازات مشاورات الكويت بعد ان جرى نقلهما نقل الوفدين من الكويت الى المدينه لل السعوديه القريبه من الحدود اليمنيه. طيران التحالف بدوره كثف من تدخلاته التكتيكيه في معظم جبهات المعارك. تدخل قد يبدو انه في اقل من جاهزيته السابقه لكنه يساهم الى حد ما في ترجيح كفه المواجهات الميدانيه لصالح المقاومه والجيش الوطني. خصوصا في جبهات تعز وشرق صنعاء ومارب والجوف. في السادس من الشهر او من هذا الشهر وفي اول ايام عيد الفطر المبارك باغت مسلحون ينتمون الى تنظيم القاعده معسكرا محيط معسكرا في محيط مطار عدن الدولي هو معسكر الصولبان بهجوم تمكنوا خلاله من السيطره لعده ساعات على قياده المعسكر قبل ان يتدخل الجيش الوطني وطيران التحالف وينهي هذه السيطره ويقتل معظم عناصر المجموعة المسلحة التي نفذت الهجوم هذا الهجوم لا ينفصل أبدا عن أهداف الانقلابيين بل يتناغم معها تماما فمن الأهداف المباشرة لهذا الهجوم الإرهابي تعطيل أي دور للجيش الوطني الذي يعمل تحت إمرة القيادة الشرعية في وزارة الدفاع في كل من محافظات عدن وبقية المحافظات التي تحررت وابقاء السيطره العسكريه والامنيه بيد تشكيلات عسكريه وشبه عسكريه لا ترتبط مباشره بوزاره الدفاع، هذا من اهداف هذا الهجوم طبعا. اما الهدف الثاني فيرمي الى تعطيل حركه الملاحه الجويه في مطار عدن الدولي بكل ما يرمز اليه من عوده للامن والاستقرار والحياه الطبيعيه في العاصمه السياسيه المؤقته عدن. اما الهدف الثالث المفترض فيرمي الى تكريس الصوره النمطيه للمناطق المحرره باعتبارها بيئات حاضنة للخلايا الإرهابية الكامنة ومرتعا للنشاط الإرهابي وهذا يقوي يعني من موقف الأطراف الدولية أو أطراف أقليمية التي تسعى أو تسوق قناعات بشأن أولوية مواجهات إرهاب القاعدة وداعش في اليمن على حساب مواجهة إرهاب الحوثيين والمخلوع صالح فهؤلاء أو هذه الأطراف تمارس أو عفوا هذا هذه الجماعات الإرهابية من منظور هذه الأطراف يمارسون عنفا سياسيا فقط يعني الحوثيين بغض النظر عن آلاف الضحايا الذين سقطوا بسببه والملايين الذين شردوا ما داموا يمنيين وعرب ومسلمين فلا يؤبه لهم عملية الصولبان الإرهابية تعزز من موقف بعض أطراف التحالف التي أصبحت تجر التحالف بعيدا عن الإرهاب أو عن الأهداف الفعلية ذات الأولوية وهي إنهاء الانقلاب وتمكين السلطة الشرعية من فرض نفوذها وسيادتها السياسيه والامنيه والاقتصاديه على البلاد هذه العمليه الارهابيه ايضا تثير الكثير من الاسئله عن جدوى الاجراءات الامنيه المشدده التي كانت قد فرضت او فرضها ما يسمى بالحزام الامني علما بان معظم هذه الاجراءات او تلك الاجراءات جاءت منافيه لحقوق الانسان وشكلت انتهاكات خطيره لهذه الحقوق وفي الفتره الماضيه وهل يعقل أن هؤلاء الذين نفذوا الهجوم الإرهابي على معسكر الصولبان كانت عناصر غير مرئية، سيبقى هذا السؤال أحد الأسئلة الملحة بشأن الأوراق المختلطة في المشهد اليمني خلال هذه المرحلة العصيبة من تاريخ اليمن. جاء خطاب الرئيس عبد رب منصور هادي الذي ألقاه عشية حلول العيد الفطر المبارك. بنبره حاده هذه المره على نحو يعكس طبيعه الصراع الذي يحتدم في الساحه اليمنيه ويعكس تعقيدات هذا الصراع ويكشف ان المعركه ليست فقط بين من يدافعون عن الدوله في مواجهه الانقلاب بل عكست حاله من صراع الوجود الذي يخوضه الرئيس هادي نفسه مع سلفه المخلوع صالح وضد الحوثيين ولهذا سنحرص على اقتباس فكرات منه من هذا الخطاب في محاولة لقراءة ما, تخ... ما تخفيه السطور من ملامح المرحلة المقبلة المرحلة التي يبدو أنها ستكون مرحلة مواجهة متعددة الإبعاد وأن المواجهة العسكرية ستكون إحدى مظاهرها الأكثر تأثيرا فقد اعتبر الرئيس هادي أن ثورة الشباب في العام 2011 قد أزاحت عن كاهل الشعب اليمني نظاما سياسيا عصبويا مقيتاً وقال: كان الوطن كله يكاد يختزل او يختزل في صوره فرد وكاد الشعب اليمني العظيم ان يتحول الى اجير لدى عائله حتى جاءت ثوره الشباب وصنعت المعادله الاهم في تاريخ اليمن المعاصر. الكلام للرئيس هادي وما زال مستمرا واحالت الاصنام اي الثوره الى دمى وحولت العوائل المتسلطه اشتاتا لم يعد يجمعهم سوى الحقد والضغينه والانتقام من شعبنا الذي انعتق من قيودهم واسرهم. هذا كان خطاب هادي او مقطع من الخطاب. في حين اكد هادي ان المبادره الخليجيه اسست لمرحله جديده استوعبت طموحات الشباب ومخاوف الكبار وصنعت خارطه طريق انتهت الى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وبينما كان الشعب اليمني في انتظار لحظه التتويج وجاءت ساعه القطاف قفزت إلى الواجهة كتل الانتقام والحقد كتلة الانتقام هذه رآها هذه متجسدة في تحالف الشر الغادر بين العوائل القديمة التي استيقظت على حق زعم يعني حق زعمته إلهيا سلبته منهم ثورته ثورة السادس والعشرين من سبتمبر المباركة وبين عوائل جديدة كانت سياط الثورة الجديدة ما تزال تلهب ظهورها ومع هذا التحالف الغادر دول اقليميه تسعى الى العبور الى اطماعها انقضى تحالف الشر على الدوله كما يقول الرئيس هادي وصادر المستقبل والغى السياسه واوغل في عدائه لهذا الشعب العظيم فانتفض الشعب في كل شبر يدافع عن الكرامه ويتوكل للحرية وكانت عدم باكوره الانتصارات وتبعتها مدن اخرى وستتبعها غيرها من المدن باذن الله وزاد الرئيس هادي أن قال مخاطبا اليمنيين إن معركتكم اليوم هي من أقدس المعارك فأنتم رأس الحربة التي تدفع أو تدافع عن الأمة كلها في كسر الطموح الإيراني والتوسع الصفوي المدجج بالموت والخراب وتابع هادي إننا في اليمن ومعنا شعوب أصيلة تقاوم عن الأمة كلها وهي تدرك أن المعركة المفروضة, المفروضة علينا لا تقبل النقوص أو التراجع إنها معركة متعلقة بثقافة الأمة كلها وحرية الأمة كلها وكرامة الأمة كلها ولا بد من احتمال المصاعب أيا كانت وكيفما كانت فنحن حسب هذه ندرك جيدا أننا سنعاني كثيرا نتيجة هذا الموقف المبدئي نبرة خطاب الرئيس هذه غير مألوفة وقد فرضتها حالة المفاصلة المفاصلة التي تأخرت كثيرا مع نظام المخلوع صالح الذي بقي حاضرا في صلب النظام الانتقالي نتيجة لأن الرئيس هادي جاء من صلب ذلك النظام وكان يفترض أن يشكل امتدادا له وقد كان ذلك إلى أن حصل الانقلاب في الطرف المقابل يتشدد المخلوع صالح في إظهار رفضه لبقاء الرئيس هادي في السلطة ويسعى هو وشركاؤه الحوثيين في الانقلاب الى تكريس المناقشات الراميه الى تحييد الرئيس هادي خلال المرحله الانتقاليه او المرحله المقبله ولكن الامر لا يتعلق فقط بالصراع الثنائي الطابع بين الرئيس وسلفه المخلوع صالح بل بتسويه الارضيه السياسيه في اليمن تسويه لا تسمح باعاده تموضع اذرع ايران في اليمن وتجنب كارثه تقود البلاد والمنطقه في المستقبل الى وضع اسوا مما هي عليه الان هذه المهمة لا تقتصر على طرفي الازمة في اليمن السلطة والانقلابيين بل بالطرف الاقليمي الاهم وهو المملكة العربية السعودية قائدة التحالف العربي ويمكن الوقوف باهتمام امام التاكيدات التي وردت على لسان ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس هادي عشية حلول عيد الفطر المبارك عندما شدد على مواقف او ما اسماه مواقف المملكه العربيه السعوديه الثابته تجاه اليمن قياده وحكومه وشعبا وصولا الى تحقيق خيارات الشعب اليمني التي ارتضاها ووقفت الى جانبه دول التحالف والاشقاء ليعود اليمن السعيد الى حاضنه او الى حاضنه اشقائه وامته العربيه عنصر بناء وسلام ووئام لمجتمعه وجيرانه. ان هجوم الرئيس هادي على تحالف العائلات السلطويه القديمه يحمل اشارات بالغه الدلاله على ان اليمنيين في مواجهه مواجهه اعداء لا يمكن نسيانهم سواء الذين يسعون الى استعاده الامامه او اولئك الذين يسعون الى اعاده السلطه العائليه العصبويه التي تفاقم خطرها على البلاد بعد ان تحالفت مع الاماميين في حرب تدور رحاها اليوم في اجزاء عديده من الوطن، وتحصد الالاف من البشر، وتكرس الانقسامات الطائفيه والجهويه والجهويه، وتهوي بمعاول الهدم على المبنى الوطني للدوله اليمنيه، وتهدده بالتفكك والانقسام والضياع. خطاب الرئيس هادي مؤشر حقيقي على ان المرحله المقبله لا تحتمل الكثير من الم... أو لا تحمل الكثير عفوا من المبشرات على نجاح المسار التفاوضي وعلى إمكانية أن تصل مشاورات الكويت إذا ما قدر لها أن تنعقد في موعدها إلى نتائج حاسمة تنهي الأزمة المحتدمة وتفتح بابا جديدا واسعا نحو المستقبل الذي ينشده كل اليمنيين. يراهن الانقلابيون على إطالة أمد الأزمة وإحدى خياراتهم السيئة هو استيعاب الضربات المحتملة للجيش الوطني والمقاومة والتحالف التي قد تؤدي إلى استعادة العاصمة. وبحسب ما يعتقدون فإن تنفيذ خيارات أو خيار إطالة أمد الأزمة والحرب سيتم عبر الانتقال إلى طور آخر من المواجهة هو حرب عصابات طويلة الأمد تحمل بصمات الحرب الأهلية بحيث لا تسمح حرب كهذه باستقرار الدولة ولا للسلطه بتحمل الكلفه المترتبه على هذه الحرب خطه اطاله الحرب او خطه اطاله الحرب ستبقى واحده من الخيارات السيئه التي سيستخدمها الانقلابيون فهم لا يضعون في حسبانهم الخسائر البشريه او الماديه لحرب كهذه والا لما كانوا قد انخرطوا فيها وتسببوا بها في هذه الكارثه التي تعصف بالبلاد لا نعتقد ان الرهان على اطاله امد الحرب سوف ينجح الا اذا تخلت دول المنطقه عن مسؤوليتها وغضت الطرف غضت الطرف عن المخاطر الهائله التي قد تنجم عن بقاء هذه العصابه المسلحه المنفلته تتحكم بالمآلات الامنيه والاستراتيجيه في اليمن والاقليم. وهذا ما لن يحدث ابدا. والاهم من ذلك ان اليمنيين لا يعتقدون حتى هذه اللحظه انهم يخوضون صراع وجود مع بعضهم على خلفيات طائفيه او جهويه، رغم ان التغذيه الكبيره او رغم التغذيه الكبيره التي يضخها على هذا الصعيد اعلام الانقلابيين وخطاباتهم التحريضيه في الميدان. ولا تحكم اليمنيين نزعه الانتقام المسيطره على العائلات السلطويه التي اشار اليها الرئيس، ولهذا لا يعتقد ان الشعب سيرضى بان يكون وقود حرب عبثيه بلا افق ولفتره طويله من الزمن. وهذا سيعزز من الاعتقاد بأن مخطط الحرب الأهلية طويلة الأمد سيجعل من الانقلابيين عصابة معزولة حربها أكثر عزلة وهو ما لا يفطن إليه مغامرو السلطة وأمراء الحرب هؤلاء مشاهدين الكرام إلى هنا ننهي النقاش في ملفنا الأول من الأجندة سنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لمواصلة النقاش في الملف الثاني الذي يناقش أدوار بعض المثقفين في الأزمة اليمنية وإنعكاساتها على الوضع في اليمن أرجو ألا تذهبوا بعيدا مرحبا بكم مجددا ثورات الربيع العربي والثورات المضاده لها كشفت ليس فقط عن دمويه النخبه السياسيه الحاكمه وبطاناتها وعن تفاهه هذه النخبه السياسيه ولكنها كشفت ايضا عن تفاهه ومساوئ النخب العربيه المثقفه ايضا عن حاله انكشاف المثقف سنخصص هذا الملف من الاجنده الذي نحاول من خلاله الاطلال على مشهد النخبه المثقفه في اليمن. فقد انحازت شرائح واسعه من المثقفين العرب الى مشاريع صغيره وتافهه لا تليق بالانسان الحديث فضلا عن المثقف الانسان. هذه النخب انتسبت على نفسها وتشظت كثيرا وكل شظيه من هذه الشظايا انحازت الى مشروع صغير من المشاريع المعروضه في الساحه السياسيه على المستوى العربي وعلى المستوى اليمني على وجه الخصوص. يعني هناك مثقفون انحازوا لمشروع العائله هنا في اليمن لمشروع صالح، وفي ليبيا لمشروع القذافي، في الاس في سوريا لمشروع الاسد، في مصر لمشروع مبارك، وغير ذلك وما شابه ذلك. هذا صنف من اصناف المثقفين. صنف آخر من أصناف المثقفين انحاز إلى مشروع سلالي كهنوتي صغير تافه آه لا يمكن أن يتقبله العقل الحديث ولا الفكر الحديث هذا حاصل في اليمن على وجه التحديد صنف ثالث من المثقفين انحاز إلى مشروع آه آه إلى مشروع الى الى احقاده الخاصه والى تاريخ من الاحقاد والصراع مع الخصوم الايديولوجيين وهذا يخص تحديدا ما يمكن ان يسمى بالمثقف اليساري الذي خلف وراءه كل الاحلام والطموحات والامال والتنظير الذي كان يعلنه طوال الفتره الماضيه عن العداله الاجتماعيه ودوله المواطنه وما شابه ذلك، كل هذا خلفه وراء ظهره وذهب يستغل وينتهز الفرصه للانتقام من خصمه التاريخي اللدود المسمى بين قوسين الاسلام السياسي. هؤلاء جميعا هذه الاصناف الثلاثه من المثقفين المثقف العائلي او المثقف الشبيح كما يسميه البعض والمثقف السلالي القبلي والمثقف اليساري المشغول باحقاده التاريخيه كل هؤلاء للأسف الشديد انحازوا لتفاهات ولمشاريع صغيرة على حساب المشروع الوطن الكبير المشروع الأم الذي كان ينبغي أن يضم الجميع طبعا هذه الأصناف من المثقفين أسهمت في إضاعة فرصة جديدة من فرص الإنسان العربي والمجتمعات العربية في الخروج من دائرة التخلف التي وضعت فيها لأسباب كثيرة جدا نحن في المجتمعات العربية عموما وفي اليمن أضعنا فرص كثيرة كما قال المفكر الفرنسي روجيك جارودي وهذه الفرص أضاعتها النخب السياسية مرة وأضاعتها النخب الثقافية مرة أخرى وأحيانا النخب مجتمعة أضاعتها آخر فرصة عربية ويمنية أضاعها السياسيون والمثقفون كانت فرصة ثورات الربيع العربي هذه الفرصة التي جاءت لإخراجنا كما قلت من الدائرة الطباشيرية دائرة التخلف والنقوص إلى فضاء الحرية وفضاء العدالة الاجتماعية وفضاء الديمقراطية الذي كنا نؤمل عليه كثيرا طبعا هذه النخب الثقافية لا تعترف بهذا الكلام وتنكره ولديها دفوعات ولديها مبررات وأعذار وهذا أمر طبيعي في طبيعة الحال لأنه لا يوجد متهم إلا ولديه دفوعات ولديه دفاع عن النفس حتى الشيطان نفسه بإمكانه أن يدافع عن نفسه يعني ليس غريباً أن يدافع عن المثقف الانتهازي والمثقف العائلي الشبيح والمثقف القبل السلالي ليس غريباً أن يدافع عن موقفه فهذا أمر طبيعي حتى أبو جهل وكل كفار قريش كما نقول دائماً باستطاعتهم أن يدافعوا عن مواقفهم تلك بربما بطريقة أفضل بكثير من الطريقة التي يدافع بها المثقف السلالي والمثقف العائلي عن أنفسهم. لكن هذه ليست قضية الجميع هؤلاء للأسف الشديد انخرطوا في مشاريع صغيرة ومشاريع ضيقة. لكن قبل الحديث عن الدوافع وعن تحليل هذه العوامل العوامل التي دفعتهم إلى الانخراط في الانحياز لمشروع من مشاريع صغيرة ينبغي أن نُعرّف مصطلح المثقف حتى نكون على بينة نحن والمشاهدين في أي شيء نتحدث ثم أيضا نعرج على مفهوم المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة ما هي ما الذي نعنيه بها طبعا مصطلح مثقف يختلف تختلف دلالاته ومعانيه من ثقافة إلى أخرى ومن لغة إلى أخرى لكن سنكتفي بالإشارة إلى ثلاث معاني ونختار واحد من هذه المعاني هو الذي نقصده هنا, هنا هناك معنى للمثقف مشتهر يقصد به ذلك الصنف من الناس الذين يمتلكون مستوى معرفي أرفع قليلا من مستوى العوام هذا واحد من المعاني لكلمة مثقف هناك معنى آخر للمثقف هو ذلك الشخص الذي يمتلك تخصص علمي ما لكنه يتجاوز من حيث الاهتمام أو اهتمامه يتجاوز هذا التخصص إلى الاهتمام بالشأن العام يعني الاهتمام بالشان السياسي والاجتماعي والحضاري هذا معنى اخر او ثاني لمصطلح مثقف المصطلح او المعنى الثالث لمصطلح مثقف هو ذلك هو ذلك الشخص الذي ينخرط في تشكيل الوعي العام للجماهير ويدخل في هذا بطبيعه الحال استاذ الجامعه والاعلامي والخطيب و الفنان وحتى مصمم الاعلانات لانهم جميعا جميعا هؤلاء يسهمون في تشكيل الوعي العام للجمهور هؤلاء جميعا نسميهم مثقفين اما ما يسمى بالمشاريع الصغيره والمشاريع الكبيره فاننا نعني بالمشاريع الصغيره تلك المشاريع السياسيه التي تنحاز لعائله او لشخص او للسلاله او لجهه من الجهات هذه بطبيعه الحال مشاريع صغيره لماذا لانها لا تطرح مشروع كلي يضم الجميع يضم جميع اليمنيين او جميع العرب يفترض بالمشاريع الكبيره ان تكون مشاريع تضم جميع اليمنيين على مستوى الوطن دون ان تفرق بينهم على اسس مناطقيه او اسس سلاليه او معايير من اي نوع كان المشروع الكبير يضم كافة فئات المجتمع اليمني او كافة فئات المجتمع العربي هذا مشروع كبير اما المشاريع التي يعني تنزلق الى الاهتمام بفصيل او بعائله او بشخص او بجهه فهي مشاريع صغيره بطبيعه الحال هذا ما نعنيه بالمشاريع الصغيره والمشاريع الكبيره طبيعه الحال المثقف الذي يتبع مشروع صغير لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يرفع رأسه عاليا في الدفاع عن مشروعه الصغير ولا يستطيع أن يقول مثلا أنا أكف في صف الديمقراطية أنا أكف في صف حقوق الإنسان أنا أكف في صف الحرية لا يجرؤون على قول هذا لأنهم يعلمون أن هذا أنه منطق ضعيف ولا يصدقه أحد هم أنفسهم لا يصدقونه هم بدلا من ذلك بدلا من أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يقولوا نحن في يعني موقف شريف محترم لانهم لا يستطيعون ذلك فانهم يتخذون بدائل اخرى. هذه البدائل هي وضع الخصم الاخر المثقف الثوري المثقف الحر الذي يناسر الديمقراطيه الذي انحاز الى مشاريع الامه، انحاز الى 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 حقوق الانسان الى مشاريع جامعه يحاولون ان يضعوه في الزاويه الحرجه من خلال محاوله او حيله مكشوفه. حين يتهمونه بأنه يتبع مشاريع أخرى صغيرة مثلهم فهم يوجهون إليه أسئلة من نوع أو من النوع التالي يقولون له مثلا ما الذي تتوقع أو كيف يمكنك أن تنتصر للدولة المدنية من خلال علي محسن أو من خلال بيت الأحمر أو من خلال الزنداني أو من خلال الإخوان المسلمين وأنتم جميعا في مركب واحد هكذا يطرحون طبيعه الحال هذا منطق سجالي يصلح في الصراع السياسي والدعايه السياسيه لكنه لا يصلح في حوار علمي محترم الحوار المعرفي المحترم لا يطرح بهذه الطريقه هذا منطق من عيوبه انه منطق استاتيكي استاتيكي يعني ثبوتي يلتقط صوره فوتوغرافيه ثابته لمشهد سياسي هو بطبيعته متحرك يأخذ صورة الزنداني الموجود معك في الصف وهو مواطن يمني بطبيعة الحال لكن هو يراه شيء اخر او يأخذ قائد سياسي او عسكري مثل علي محسن الاحمر او عائله سياسيه مثل عائله الاحمر يأخذ صور لهذه هذه الاسماء موجوده في صفك ثم يتهم الصف بالكامل بأنه صف لا يمكنه ان يحقق حريه ولا يمكن ان يحقق مرحلة ديمقراطية سوية. هذا هذه صورة استاتيكية ثبوتية للمشهد في حين أن المشهد كما نقول هو مشهد متحرك. المشهد المتحرك المشهد المتحرك هو بطبيعته مشهد متطور لابد أن ينتج شيء. المثقف الانتهازي لا يفكر فيما يمكن أن ينتجه المشهد المتحرك أبداً ولأنه يصدر كلام زائف، هو يعلم ان الموقف موقف زائف وهذا المنطق الذي يصدره منطق زائف بدليل انه مثلا على سبيل المثال حركه الاخوان المسلمين تعلم عن نفسها ويعلم الجميع انها غير مؤهله للاستحواذ والانفراد بالقرار السياسي لا في اليمن ولا خارج اليمن. ومن ثم لا يوجد خطر من وجود حركه مثل هذه في صف الثوره ولا في صف المشروع الديمقراطي مشروع التغيير. لا يوجد خطر. هذه أول ملاحظة ولا يستطيع أحد أن يقول عكس ذلك يعني من الذي يستطيع أن يقول مثلا أن الإخوان بإمكانهم أن يستحوذوا على القرار السياسي أو على كامل عناصر القوة في أي مجتمع من المجتمعات لا يمكن بدليل أنهم مستضعفين اليوم في كل مكان ولو كان لديهم قوة وقدرة على الاستحواذ لاستحوذوا لا أين هم في مصر أين هم في اليمن؟ ها هم مشردون في كل مكان عموما هذا طرح زائف بهذا الدليل الذي نقوله كذلك هو طرح زائف لانه لا يتصور كما قلنا حركيه المشهد وحركيه المشهد تقول انه سقوط النظام السياسي اي نظام سياسي من الانظمه التي اسقطتها ثورات الربيع العربي ليس منتهى الامال يعني لن نقيم دوله الديمقراطيه الدوله المدنيه التي ننشدها ونسعى اليها لن تقوم بمجرد سقوط النظام السياسي، ليس هناك مثقف يحترم نفسه يقول هذا الكلام على الاطلاق. وإنما نقول ان ثورات الربيع العربي فتحت الباب لنشاط ديمقراطي طبيعي ناضج يبدا من حركه في الشارع وينتهي في رئاسه الجمهوريه وهذا الكلام ليس كلام تنظير بطبيعه الحال يعني الشواهد التاريخيه التي مضت تكشف عن صواب هذا المنطق يعني على سبيل المثال ما جرى في اليمن خلال الاعوام الماضيه من حراك جماهيري هائل أنتج ما يسمى بمؤتمر الحوار الوطني الشامل. مؤتمر الحوار الوطني الشامل هو ثمرة من ثمار الحركة الجماهيرية في الشارع. هذا المؤتمر وصل إلى حد صياغة وثيقة دستورية ستشكل مستقبل اليمن واليمنيين بالكامل. إذاً حينما تركنا الفرصة للحراك الجماهيري حينما فتحت ثورات الربيع العربي الفرصة للحراك الجماهيري خرج ما يمكن ان خرجت مؤتمرات حوار وخرجت وثائق عن عن هذه المؤتمرات في غايه النضج وكان بامكاننا ان نستمر في جني الثمار الناضجه لهذه الثورات لولا ان الايادي الخبيثه انقضت واوقفت المسيره اذا هذا منطق زائف منطق انتهازي لا يمكن الوثوق به ولا يمكن اعتباره من قبل بعض المثقفين في اليمن وخارج اليمن طبعا المثقف الانتهازي والعائلي والمثقف الشبيح وهذه الاصناف من المثقفين يقولون هذا الكلام لانهم مطمئنون الى ان الجماهير لن تحاسبهم مطمئنون لأن الجماهير العربية للأسف الجماهير في اليمن لم تتعود على حساب السياسيين فما بالك بالمثقفين ربما في الفترات الأخيرة منذ ثورات الربيع العربي منذ 2011 بدأ الشارع وبدأ بدأت الجماهير تحاسب السياسيين والمثقفين على كلامها وعلى مواقفها ربما هذا شيء قريب لكن المثقف الانتهازي ما زال يعول على غيبوبة الجماهير ولو أنه وجد من يحاسبه من الجمهور لما أطلق هذه العبارات وكان الأستاذ العكاد كان يقول دائما أنه العرب يعني كثيري الكلام يصرفون كلاما كثيرا لأنهم لأنه تعودوا ألا يترتب على كلامهم أفعال ربما العربي لو أنه تعود على أن كلامه بيبني أفعال ما أسرف في الكلام ولما أسمانا المثقف السعودي الشهير عبد الله القصيمي ب امه الكلام او الظاهره الصوتيه الكلاميه المثقف الانتهازي كما قلت مطمئن ومن يعني شعر بالامان اساء الادب هناك مثل شبيه بهذا الكلام يقال وهذا يدعو الجماهير العربيه والجماهير في اليمن الى ان يكونوا مستيقظين ويدعوهم الى فتح ملفات هؤلاء المثقفين ومحاسبتهم على ما اقترفوه في حق شعوبهم. الجريمه التي اقترفت في حق الشعب جريمه غير عاديه، سنظل ندفع ثمنها على ربما لعقود طويله لا قدر الله اذا انتصرت المشاريع الصغيره. هذه الفرصه التي فوتها المثقفون وفوتها السياسيون هي فرصه لربما لن تتكرر، كانت ستخرجنا من كل يعني دوائر الظلام والتخلف التي كنا فيها. كانت فرصه اجهز عليها المثقفون والسياسيون ولا بد للفئتين من ان تحاسب من قبل الشعب هذه دعوه للشباب ودعوه للشعوب لفتح ملفات المثقفين الذين خانوها من قبل طبعا بطبيعه الحال لا ينبغي ان نحمل المنظور الرومانسي تجاه المثقف وأن المثقف لا بد ان يكون دائما في مواجهه السلطان وانه المثقف يحمل دائما مشاريع الخير ومشاريع الكذا لا بطبيعة الحال المثقف في التاريخ في الغالب كان يعني في صف السلطة كان دائما خادما للسلطان كما يقول المثقف الأمريكي النبيل الذي نستشهد بكلامه دائما المفكر والفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي كما ورد في كلامه في هذا الفيديو To have the book to the media is too narrow because I think that applies the whole intellectual class. Uh, that's the way intellectuals are, uh, overwhelmingly, all through history. Uh, intellectuals overwhelmingly are servants of power. Now, intellectuals write history, so when you read what they write, they look very noble and adversarial and so on. But when you look at what actually happened, uh, uh, all the criticisms we make of the media apply to them. And that's significant because none of the institutional factors hold in that case i um, the institutional factors that we looked at have to do with the corporate structure, you know, the, the advertisers who purchase it. But that's and not that, doesn't, for, apply that doesn't apply to the. academy? that doesn't apply to college professor. i mean, there are other pressures, but not those. but the outcome is pretty much the same. Um, this is again slightly off the top, but if that is the case, what made you so different? in <laughs> it, other words, if, if always, even intellectuals are subsumed look, into this, there's always a fringe of dissidents. any society you look at, there's a fringe of dissidents they're treated badly usually I mean, this goes back to the earliest recorded history uh, so got to classical Greece uh, who drank the hemlock uh, it was the guy who was corrupting the youth by uh, uh, worshiping false gods you know and uh, it wasn't the guys who followed orders or take a look at the, at the same time uh, the other ancient records we have are the biblical records uh, in the biblical records there's there are people who we would call intellectuals who are dissident intellectuals. You know, they condemned the evil king. They gave geopolitical analysis. Uh, said, you're leading us into disaster. You uh, you should uh, uh, be merciful to widows and orphans. Chomsky والأشياء الثمينة بطبيعة الحال إلى هنا تكون قد أنهينا الملف الثاني من هذه الحلقة والحلقة بأكملها نستودعكم الله إلى حلقة قادمة كونوا بخير